يسألوني عن تطبيقات ومواقع عالمية توصل بهالوقت للعالم العربي. عندكم فارفتش ترى مستمرين بالتوصيل حق كل دول العالم، ومن بينها أيضا دول العالم العربي. مو بس كذي، يوميا تنزل عندهم شغلات جديدة، نيو كولكشنز من أحلى الماركات العالمية. راح تلاقون عندهم شغلات كثيرة. تذكرون هذا؟ لبسته بالفاشن ويك بباريس من أزب المرات، تو نازل اليوم في فارفتش، وايد شغلات جديدة نازلة. بعد ميزة فارفتش إن كأنك متسوق من أفخم البوتيكات في العالم وانت موجود في مكانك. دايما نزلون شغلات جديدة أول بأول، دايما تلاقون عندهم الأشياء الحلوة اللي تدورونها، حتى أصعب السوالف مثل اليزيز. تذكرون هذه الجنطة من بوتيكا فانيتا؟ اليزيز خو تلاقون عندهم كل المقاسات، كل الألواع، كل الديزاينز اللي نزلت، في شغلات تلاقونها بس على فارفتش. وللحين فارفت شغال عادي ويوصلون، وتوني طالبة منهم أغراض ووصلت، ومنزلين بعد شغلات حق رمضان، قفطانات، إكسسوارات، جولري، أحذية، شنط، كل شيء تحتاجون لتجهيزات رمضان راح تلاقون من أحلى الماركات هني شغلات وايد حلوة. في بنات هني بعد قسم الشوز، عسكم الله راح تلاقون أحذية حلوة، شيء يناسب القفطانات والستايلات الرمضانية، وهم عقب رمضان تقدرين تلبسينهم مع فساتين، تقدرين تلبسينهم بشكل يومي. شغلات وايد حلوة من أحلى البراندات، تقدرون تطلبونها من فارفتش وتوصلكم بأمان بأي مكان في العالم العربي. خلوا أوريكم من كثر ما أحب فارفتش شنو شارية من عندهم. في شغلات أكيد راح تعرفونها وتذكرونها، مثل هذا الكيب اللي خذته منهم جوتشي، هذا ترى ما خذته من فارفتش اللي لبسته بباريس فاشن ويك. هذا الجاكيت بعد سألتوني عنه وايد، كان منهم بعد. شغلات كثيرة أنا أتسوق من فارفتش من سنين، دائما ألاقي عندهم أشياء كثير حلوة تلاقونها بأسعار حلوة، وعندهم توصيل حق كل مكان بالعالم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.